ولا قرايه فتحي، ده اختبار للبنت وخلاص، اتفقني؟ ايوه امال ايوه. واوعي تكوني قايله لحد في البلد كده ولا كده. وغلاوتك ما قلت لحد، على الاقل الجوازه ما تتنظرش. ان شاء الله، يلا نط يا ام. ان شاء الله، ادعي الله ربنا يوفقنا. مبروك يا استاذ رمضان. الله يبارك فيك. مبروك يا استاذ رمضان. الله يبارك فيك. الناس دي عرفت منين؟ انا مش عرفني وانا يعني هقول. لا ما انت مش هتقولي، ده ناقص الزرعه تقول لي الف مبروك. وماني فتانه. ماشي يما، ماشي. مبروك يا ام رمضان. شايفه يابا؟ مالك يا مشلبيه؟ مالك ده انا. مبروك يا استاذ رمضان. الله يبارك فيك. تعرفت منين يا سلامه؟ كل الناس كانوا بيتكلموا عليها امبارح. سوق السمك يا استاذ رمضان. سوق السمك كمان. هو انت كنت هتعشينا ايه النهارده ياما؟ سمك. امشي امشي. يا صلاة النبي، يا صلاة النبي، زفه كمان زفه ياما. كل دي هم ما قلتيش لحد. تاني ناقص اروح الاقي نفسي مخلف منها عيلين. يا ضنايا مش اني دول همي. والله ده شرف كبير انك انت هتناسبني يا استاذ رمضان. انا مش عايزك تستعجل يا حاج سليمان، انا لسه ما ناسبتش حد. عاده هناك زيجات كثيره نبداها بضحك ولكن تفشل في النهايه. اسمعي يا بنتي يا تهاني، هتخرجي من بيت ابوكي على بيتي على القبر على طول. اللي تشوفه طبعا يا استاذ رمضان. ابوك اللي بيضحك على طول ده هون هتشوفيه مرتين بس بعد كده، مرة واحنا بنكتب الكتاب واللي بعدها مباشرة لما يموت تيجي تلقى عليه نظرة الوداع وانتهينا. ده كرم والله يا استاذ رمضان. لا مؤاخذة يا حاج سليمان، الاعمار بيد الله. اما بالنسبة لموضوع الاغاني فديه بند مرفوض تماما، حتى على سبيل الدندنة وانت في الحمام مرفوض، يعني مرفوض. ما تفتحش عينين البيت يا استاذ رمضان، دي لسه قطة مغمضة. اللي اوله شرط اخره نور يا حاج سليمان. ودلوقتي انا عندي سؤالين ليها وجها لوجه بالاذن. بيمتحنها الاستاذ رمضان، بيمتحنها ناجحه باذن الله. السؤال الاول، هل تضعين احمر خدود على خديك؟ ابدا والله يا سيدي الاستاذ رمضان. ايه مناسبه الزغروطه ده هي؟ وايه اللي دخلك في الكلام؟ انا بسالك عن خدودك ولا عن خدودي؟ رمضان عذرا يا امي. امي جاوبي يا بت. لا والله يا استاذ رمضان. لا ايه، هما ليه الدم اللي ببك في خدودك دي يا بت؟ ده حمار رباني. هي حصلت تغشيشه وانا واقف؟ انا بسالك ولا بسالها هي؟ انكتم خالص. السؤال الثاني، هل تصففين شعرك او تكوينه او تسشورينه عند الكوافير؟ طبيعي والله يا استاذ رمضان. لا ازاي يا بت وانا شايفه زي الحرير كده؟ ده حرير رباني. يمين بالله علقك وعبوتك قدام اهل بيتك، اما اكون بسال حد الكل انكتم. بت يا تهاني، عيناك العسليتين البنيتين اللي انا شايفهم دول، عسلي عسلي وبني بني ولا لنسز؟ لنسز رباني. تصدق بالله ان كلمه تانية هطردك بره وما هدخلك لو جبت لي مين في البلد؟ يا راجل انكتم. بت يا تهاني، انت ايه علاقتك بالراجل اللي قارفني ده هو المدعو سليمان ابو حجر؟ رباني برضو؟ عاوزه تقول لك ابويا اللي رباني. خلاص يا رمضان ما تحبكش امال، نقرا الفتح. نقرا الفتحة ويا ريت قهرا عشان لو فيه غلط ولا حاجة. الليلة دي سيبنا ونسى كل الدنيا دي وغمضنا. الله 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 يا حاج سليمان، يا ريتها جت على الاغاني الهابطة وبس. بص بص يلا ياما نمشي بالبيت النجس ده. انت بتتشرف من الصبح ليه؟ هو بيت ابوك عمال داخل خارج، مش خدوده مش رجليه، انت مالك وماله؟ ده انت تفت يا اخي، ده انت فيك العبر، انت مش حاسس بنفسك يا جدع انت؟ انا اللي نفسي اسالك سؤال. اسال وانا جاهز للرد. انت قصير ليه؟ رباني. اشهدوا يا اهل البلد. رمضان اختشي يا رمضان. معذرة يا امي، اشهدوا يا ناس، شوفوا العروسة بنت الحسب والنسب اللي انا جاي اتجوزها، مطلع دول من اوضة نومي، اقسم بالله العظيم من اوضة نومي. الاولاني اهو اسمه حماقي وكاتب ليها على الصوره ناويها. ناوي على ايه يا تهاني؟ ناوي على ايه انت وحماقي؟ وبص التاني كاتب ليها ايه؟ الاستاذ عمرو دياب كاتب ليها الليلاني. طب كنت خليناني بكره يا حاج سليمان. فضحتيليش قلبي فهماني انها جايبه شرايط ديت عشان تاخد كرسي انجليزي. ايوه يا شيري، بكلمك من 100 بدر حلاوه. ايوه ابويا بربيني. لا المنظر هنا روش قوي، بقر وحمير عالي قوي يعني. انت
التزم بالطريق. قلت لك التزم بالطريق، استنى شوي. طب ثانية واحدة يا حمار، موف ذا واي مان. دي كده ولا كده؟ مش ماشي لا كده ولا كده. اورايت ذاتس ات. Take it easy, Ahoy's. اهلا اهلا باشا، اتفضل. قيام، صباح الخير يا ولاد. صباح النور يا استاذ. جلوس، اعرفكم بزميلكم الجديد رمزي باشا، لازم تحبوه وتحترموه وتسمعوا كلامه، اعتبروه اخوكم. اخوكم ده ايه؟ اعتبروه الناظر. الا مؤاخذه، انت احسن من اي ناظر. وانا قوموا ادوار، اتفضلوا اقعدوا اول تختي. لا 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 لا، I will sit in the back. إيه؟ In the back. أنت وشوقك إن شاء الله تقعد في مكتب الناظر. اتفضل. حاجة كده على مقوس البلهانة والشفة. Thank you. تأمرش بحاجة تانية؟ كاتشوب. ليه؟ هو احنا وصلنا معاك في حاجة؟ I don't understand anything you're saying. You don't understand me. So there's no point, okay? ده واجب علينا برضه. انت فصلتني. انا افصلك؟ ده انت ابن الوزير. ده انت اللي هتفصلني. You take drugs as well. انجليزي ابن وزير بقى. في حاجة؟ I see you looking at my food, يعني في حاجة. هذا انت منورنا يا محمد. لقيتها شايلاني طول العمر، قلت اشيل هاني يوم بالغباوه اللي فيك دهيا. اجري على الصفطه والعجلات، قول للاستاذ رمضان بيقول لك عايزها تيوتي قبل الحصه السادسه ما تخلص. والله انا من رايي تبيعها وتجيب لك بقى موتوسيكل. يلاقيها موتوسيكل في رومك انت واللي خلفيتك. غور غور، انا ناقصك. نبي يا رب تعترني في الواد اللي قلبني في التير على زرع بصل ده. يا رب ندرين علي يا رب، لكن ده بحرنا بفرقه على البلد كله، بس عطرني فيه. ارقص يا اخويا ارقص. من الواد ده يا عوضيه؟ يا مهندس بالك جديد جاي من مصر يا استاذ رمضان. اما اسالك من قصر رد، مش من راحه. ايوه يا اخويا ارقص. ايوه الدلع عايزك تفرح، الايام اللي جايه سودة عليك سودة. ايوه هات هات يا اخويا هات، ثاني هخليك الفت. انزل واطلع، انزل واطلع يا اخويا فرحني. انبسط انبسط. ايه يا اخويا اللي في ودنك دي؟ لابس حلقه يا ولد؟ الايبود. الايبود ده والايبود ده هو اللي بيرقصك كده؟ لا انا بسمع مزيكا. بتسمع مزيكا؟ لا اسمع يا اخويا، بص بقى أني هسمعك الايبود بتاعي ده هيرقصك على واحدة ونص. اسمع كده. ايه رأيك؟ فتحي باشا يا اساتذة، مدير مكتب معالي الوزير جايب نفسه عشان يطمن على رمزي باشا، واحنا كلنا خدامينه. في العاب معينة يحب يلعبها رمزي باشا. رمزي باشا بيلعب سكواش، عندكم لاعب سكواش؟ ينوجد الكيس. نجيبه. هو احنا مش كان عندنا كسواش؟ رمزي باشا لو جاله برد انت مسؤول قدامي. يا فندم احنا نعياله. ايوه معالي الوزير، انا في المدرسة. مش عاوز رمزي باشا يشتكي من ايتها حاجه، تتنقل له انضف تخت للفصل ويتلزق كله بورق الحائط،
وعايزك يا استاذ حسين تتفق مع الابوار يبعت يوميا دسته جاتوه لرمزي باشا عشان نفسه تتفتح على المذاكره. ايه ده زلزال؟ ايه يا انا بتجري ليه كده استاذ رمضان؟ بيضرب الواد الجديد. انهي واد؟ يا نهار اسود استاذ رمضان، استاذ رمضان. الله يخرب بيتك يا استاذ رمضان، ده هيقفل لنا المدرسه. انت بتضحك علي يا نهار؟ مش بايت عليا وعلى خديني. اوعى انت يا رمضان، اوعى بس يا ولد انك نوح. انا وان كنت الاخير زمانه لآت بما لم يستطعه الاوائل. اعربي يا ألفت، اعربي يا ألفت اللي بتمشي على الترعة بالعربية وتخبطي في الناس. اعربي يا ألف. لم أداة جزم. كمل. يستطيع فيرب مدارة مجرور. يستطيع ايه يا اخويا؟ فيرب. فيرب الفعل بقى فيرب يا اولاد. بس يا ألف بس الفعل بقى فيرب. الولد باشا بيتضرب، اكسروا الباب. عظيم بيمين ابدا اللي هيكلم كلمه لا يتعلم مكانه. انت يا جزمه يا ابن الجزم. يا خدي يا خدي يا خدي يا خدي. ايه اللي بتبينه ده يا رمضان؟ فك الواله، ابوس ايدك فك الواله. لا يا اخويا مش هفك الواله، الواله ده هيتمد على رجليه، ده قلبني في الترع. انت مش عارف الواله ده ابن مين؟ هيكون ابن مين يعني؟ ابن وزير التربيه والتعليم. ايوه ابن وزير التربيه والتعليم. يا اخويا انت مسكت في الكلمه قوي، خليه ابن وزير الراي. لا لان في الحقيقه ده ابن وزير التربيه والتعليم. الكلام ده صح يا حضره الوكيل؟ مالها بردت كده ليه؟ ولا اني باين اني جعان؟ كان مستخبي لنا فين ده كله يا ربي؟ هيرفدوك يا حبيبي؟ هيقطعوا عيشك؟ يا ريت هتيجي على الرفد وبس يا امي، دول ناويين يحولوها جنايه. هيسجنوه يا اختي، ده اني ماليش في الدنيا غيره. امن عليك يا رمضان، اول ما توصل مصر تروح السيدة نفيسة تقرا لها الفتح وتطلب من ربنا يخرجك من الشدة اللي انت فيه. مدد يا ستني. وامن عليك يا رمضان، لو ربنا خرجك من اللي انت فيه تروح سيدنا الحسين وتجيب لي ازازة ريحي من جار المقام. مدد يا سيدني. وامن عليك يا رمضان، تجيب لي حتة قماشة 6 متر من بيتي اعملهم جلابية. امي عايزة قماشة من بيتي. دي مهزلة، المدرسة دي لازم تتقفل. استر يا رب. كلكم لازم تتحاكموا. ما عليه باين عليه مزاجه وحش النهارده. الوزراء بقى بيبقى اخلاقهم ضيقه. وانا لو قمت جريت من هنا هيجرى حاجه؟ نبي ما هيجرى حاجه. 6 حالات جواز عرفي عندك في المدرسه، الاطفال عمرهم ما عداش 16 سنه. الوزاره دي اسمها وزاره التربيه والتعليم يا فندي، يعني التربيه تيجي قبل التعليم. ده سن خطر جدا يا معالي الوزير. محدش عارف هما بيفكروا ازاي ولا بيعملوا ايه. رمضان مبروك ابو العالمين حمودة، خليه يدخل. يا اعدل الناس، يا اعدل الناس الا في مخاصمتي فيك الخصام وانت الخصم والحكم. انت الخصم والحكم. نعم. اوعى شوية اخ لو سمحت. يا معالي الباشا، أنا جاي النهاردة عشان أبص الأيادي، ولو في حاجة تاني غير الأيادي مستعد أبص. إلهي ما وأروح. إلهي هتشل وأقع قدام سعادتك مسؤول على المكتب دوت. إلهي يدهسني قطره يفرق كل حتة فيا في حتة. إلهي يدب فيا داق النتالي والناس ما تطيق ريحتي. إني ما كنت أعرف إني معاليه يبقى ابني معاليك. أنت اللي ضربت ابني. لا مش أنا. مش أنا، هي دي. هي دهي. إلهي تنشلي، كنت تنشلي تنشلي قبل ما تتمدي على بعلي. ومين بقى اللي قالك ان انا زعلان منك؟ بالعكس، ده انا سعيد وفخور بيك جدا. وبالمناسبة ده يثبت لي ان التعليم في الارياف افضل 100 مرة من المدارس اللي انتوا بتفتحوها. فخور بيه؟ يعني معليك مش زعلان مني انني ضربت معليه؟ بالعكس،
انت هتاخد مكافأة يا أستاذ رمضان. مكافأة؟ يو داريو. الأستاذ رمزي ابن سعادتك. أستاذ رمضان؟ اتفضل اتفضل. أهلا يا أخويا. أهلا يا شملول. وعكم فاكر إن أبوك اللي واقف دي هيحوشك عني؟ لا يا أخويا، تعال أقف قدامي هنا. تعال يا فنى. تعال هنا. أوكي، دونت تاتش. دونت تاتش. دونت تاتش. ما وقفتش قدام الياد زي ما قلت لك. I'm fine. I'm fine. طب اسمع يا أخويا. Fine. أنا دلوقتي هقول لك جملة تعربها قدام معالي الوزير. ويمين ثلاثة إن ما أعربت صح لكون مدك في مكتب معالي الوزير. ها؟ اعرب يا أخويا. أنا وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم يستطعه الأوائل. اعرب. لم أداة جزم؟ أيوه. يستطيع فيرب مضارع. فيرب؟ فيرب تاني؟ خلاص. فيرب تاني؟ خلاص خلاص. يا معالي الوزير بيقول لسعادتك فيرب. معلش يا فندم. يعني أنا ما درست لغة عربية ولا لغة إنجليزية. خلاص يا أستاذ. فيرب يا علاء. بتحرجني قدام معالي الوزير. عشان خاطري عشان. ماشي. بسم الله ما شاء الله. دي معجزة يا معالي الوزير. أنا مش قادر أصدق لا وداني ولا عينيا. سعادة الوزير، أنا محتاج الأستاذ رمضان عندي في المدرسة، هو ده اللي هيعدل الميلة وبالمرتب اللي هو عايزه. ها؟ إيه رأيك يا أستاذ رمضان؟ والله يا معالي الوزير اللي تشوفه سيف على رقبتي. بس أنتوا فاجئتوني، أنا كنت عامل حسابي إن أنا جاي أتحبس. الموضوع جه فجأة، فسيبونا يعني نستخير الست الوالدي وناخد يومين ثلاثة نفكر واللي في الخير يقدمه ربنا. أخوك رمضان مبروك أبو العالمين حمودة مدرس اللغة العربية الجديد. تشرفنا يا أستاذ رمضان. فريد باهر مدرس الساينس. هو فين دي؟ أنا فريد باهر. أهلا وسهلا، تشرفني. المدرسة الدهية أنت تيجي لها كام فدان؟ فدان؟ اللي أقول لي يا أستاذ فريد، هو أنت ما عندكش حصة ولا إيه؟ فاضي يعني؟ فاضي فاضي إيه بس يا أستاذ رمضان؟ أصلي شايفك يعني ماشي براحتك في المدرسة ما وراكش حاجة. تخيل تخيل يا أستاذ رمضان، الولاد مش عايزين ياخدوا حصة، قلت اسيبهم براحتهم. قلت عدي يا بت عدي يا بت بلاش نكاع عدي. مالهمش مزاج ايه؟ ياخدوا حصة. يا صلاة النبي احسن، لو التعليم هنا بالمزاج دي تبقى مسخرة يا استاذ رمضان. الطلبة